عرضت سرايا القدس شريطا مصورا لعملية استهداف دبابة إسرائيلية في بيت حانون شمالي قطاع غزة. الشريط يظهر استيلاء مقاومين على مدفع رشاش يعود إلى الدبابة المستهدفة وقد كتب عليه بالعبرية، كما يتضمن تسجيلا صوتيا يظهر اعتراض مكالمة لاسلكية بين غرفة المتابعة وقوات الإسناد الإسرائيلية بعد تفجير الدبابة، ويتحدث عن مقتل جندي إسرائيلي. وقصفت الكتائب حشودا عسكرية شرقي القرارة بثلاث قذائف هاون، وأصابت ضابطا إسرائيليا كبيرا بجروح خطيرة. بدورها أعلنت كتائب القسام تنفيذها عملية إنزال خلف خطوط الجيش الإسرائيلي في مقابل المنطقة الوسطى في القطاع، حيث جرح 4 جنود إسرائيليين في عملية تسلل مقاومين إلى مستوطنة العين الثالثة في أشكول. وأشار بيان الحركة إلى قنص جنديين إسرائيليين قرب موقع عسقلان شمالي بيت لاهيا. وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين أن قوة إسرائيلية وقعت في مكمن أدى إلى مقتل جندي. هذا ووصلت صواريخ المقاومة إلى مدينة أشدود جنوبية تل أبيب، كما سقطت قذائف صاروخية على بلدات على الحدود مع قطاع غزة، ودوت صفارات الإنذار في أشدود وزكيم والمناطق المحاذية للشريط الحدودي وفي النقب. في المقابل شن العدو فجر السبت سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المنازل للفلسطينيين، وقصفت الدبابات الإسرائيلية شمالي القطاع. جيش الاحتلال أعلن أن مهندسيه يقيمون منطقة عازلة بعرض 2.5 كيلومتر ويسعون لتدمير الأنفاق التي حفرتها حركة حماس ومنصات إطلاق الصواريخ التي أخفتها بعد حرب غزة عام 2012. يأتي هذا بعد إعلان الحركة أن مقاتليها استخدموا أحد هذه الأنفاق للتسلل إلى إسرائيل، وأكد الجيش الإسرائيلي حدوث الواقعة قرب وسط غزة، وقال أنه قتل مسلحا وصد بقية المهاجمين وأن 2 من جنوده قد أصيبا. رئيس الأركان في جيش الاحتلال بني جاتس زعم أن حماس تلقت ضربات موجعة. نحن في مرحلة توسيع الهجوم البري على غزة في أكثر من جهة في القطاع، وقد حققنا حتى اللحظة مكاسب ناجحة ميدانيا من خلال استهداف عدونا وتدمير قدراته. دستوركم. وفي القدس المحتلة خرجت تظاهرات حاشدة وفي مدن الضفة الغربية تنديدا بالعملية البرية في غزة، حيث وقعت مواجهات بين المتظاهرين وجنود الاحتلال.